أنا الشيخ عمر حمزة إمام مسجد عمر بن ياسر، ربما تابع جميع هاته الليلة وتفاجأ ربما بتقديم 3 عمرات لثلاثة من أبنائنا من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا تقول عن هذه المبادرة؟ نهنئ أهل سيدي عقبة على هذا الحفل الكريم التي جعلت الأسرة الدينية أو الجمعية الدينية لمسجد عمار بن يوسر لتكريم حفظ القرآن الكريم. وكانت هذه الإكرامية لثلاثة حفاظ للقرآن العظيم، أكرموهم بعمرة إلى بقاع المقدسة، وهذه أحسن تكريم لهم. نبدأ مع ابننا سي يحيى بشير معمري. وش تقول لنا على لما سمعت بلي راك فزت بعمرة سي يحيى؟ تكلم. نقول نشكر خاصة الجمعية مسجد عمار بن ياسر، نشكر كل اللي سندنا به نلحقوا لهذا المستوى. الحمد لله رب العالمين. سي يحيى انا نشوف في دموع في عينيك، يعني دموع الفرح. معلش، يعني هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع اقواما، فهذه طبقا لحديث النبي عليه الصلاه والسلام. سي هيثم، يعني راك فزت بعمرة إن شاء الله، وش الشعور تاعك؟ وش تحس؟ راك فرحان؟ فرحان. نعم، مشاتي تزور يعني الكعبة وبيت الله سبحانه وتعالى؟ نعم. نعم، مشاتي تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. نعم، وش تقول للجماعة هذا من اللي منحوك هذه العمرة هذه يعني؟ بسم الله والصلاة والسلام على بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أشكر الله والوالدين ومعلمي وأسرة المسجد لأنهم ساهموا في هذه العمرة وحفظت القرآن وهما وشجعوني هما، والحمد لله كانت النتيجة إيجابية. بارك الله فيك الشيخ. يعني مش عبرنا على شعورك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أولا أود الشكر للوالدين والعائلة، إخواني وأخواتي في المنزل. ثانيا أود الشكر أقدم الشكر الجزيل والكبير للشيخ شيخي عمارة حمزة، الذي كان له الفضل الكبير في أن تم حفظي لكتاب الله عز وجل بفضل الله عز وجل أولا وبفضله ثانيا. وأود شكر زملائي عماد وعبد الله وعبد الكريم لأنهم ساهموا في هذا الحفظ، وكانت لهم المساندة لي أن تم توفيقي لحفظه. وأنا جد سعيد بهذه العمر التي كانت مفاجأة بالنسبة إلي. وأود الشكر أقدم الشكر الجزيل لجمعية مسجد عمار بن ياسر أن قاموا بهذه المبادرة الجميلة والتي كانت بالنسبة لي مفاجأة. وأود إن شاء الله أن أحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا وبالأحكام، وأن يكون لهم الأجر الجزيل في كل ما قاموا به إن شاء الله. وشكرا. الحاج اسماعيل رئيس جمعية دينية لمسجد عمار بن ياسر، ربما قدمتم مفاجأة للجميع ربما بتقديم عمرة 3 عمرات لثلاثة من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى في سيدي عقبة. يعني ماذا تقول عن هذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أولا، الجمعية الدينية لمسجد عمار بن ياسر قد قامت ب للمرة الثالثة على التوالي لتكريم حفظة القرآن والحديث النبوي الشريفة وفي المسابقة الثقافية العامة، وإن شاء الله نبقى دائما على نفس
الوتيرة، وإن شاء الله دائما نقدم جوائز قيمة لحفظ القرآن، ولهذا إن شاء الله نحيي السنة ونرجع عهد مدينة عقبة بن نافع لعهدها القديم في حفظ القرآن ونشر الدين الإسلامي الحنيف. وقلنا هذه الخطة، احنا جمعية هزينا على عاتقنا كل من يحفظ كتاب الله في مسجدنا هذا سنجازيه بعمرة إلى البقاع المقدسة، وهذا بفضل الله تعالى وبفضل المحسنين، وخاصة واشكر الجمعية هم اللي ساهموا بالشيء الأكثر، وهم واقفين ومتخاوين واليد في اليد إن شاء الله ودائما للأمام. ربي وفقنا، ونشكر الإمام على وقفه معنا ومع لجانبنا ومدلنا يد المساعدة. نشكر من جميع من ساهم من بعيد ومن قريب في إنجاح هذه التظاهرة وهذه السنة الحميدة، ونتمنى لأبنائنا وبناتنا المزيد من النجاح والتتويج في المستقبل، والسلام عليكم.